الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. معشر الإخوة الأعزاء النواب والمستشارين، أخوات العزيزات نائبة المستشارات، يقينا لقاؤنا اليوم لا يشبه كافة اللقاءات التي سبقت على مدى سنوات طويلة منذ توليت أمانتكم العامة. ولكن لدرجة أنني تساءلت هل أحضر أو لا أحضر، ثم تساءلت ماذا سأقول. عندك سحب لكم راه عبد الإله بن كيران عنده البطون غير كيبرك عليك يخرج داك الشيء. راه ياك اش كان كيقول أحمد مطر، ما أصعب الكلام ياك، ما أصعب الكلام. ولكن استحضرت أن هذه مسؤولية في النهاية، هذه مسؤولية، وحضرت إذن لألاقيكم ولأحدثكم بكل صراحة وبكل صدق في حدود بطبيعة الحال ما يمكن. ولأتلمس وإياكم الطريق، لأن في جميع الأحوال هذا هو المهم، شنو غنعملوه في المستقبل. بطبيعة الحال ملي كيكون الإنسان في ظروف غير عادية بحال هذه اللي نتوما عارفينها جميع، كيرجع يتفكر علاش هو بني الأمور ديالو. في النهاية الحياة امتحان، ابتلاء واختبار. نقول لكم باش نحسموا هذه القضية، أنه فيما يتعلق بي شخصيا، يعني كوني كنت مكلفا بتشكيل الحكومة ولم أعد إطلاقا لي صلة بها، يعني لا كرئيس الحكومة ولا كوزير ولا كغير ذلك، هذا يقدر يكون هم لكنه آخر همومي إن كان كذلك، غير باش ما ننفيش شي حاجة اللي تقدر تكون مخبعة في شي بليصة في النفس وتبدأ تقول شي حاجة ماشي هي هذيك. لكن يعني حنا كحزب سياسي لهذا الشيء اللي تعرضنا له راه هذا زلزال، زلزال كبير. طبعا هذا الزلزال ربما بقي ما جاش الوقت باش نستوعبوا الامور ديالو كامله، من الذي مهد له، يعني كيف وقع، شنو هي العواقب ديالو. حنا حزب سياسي، حنا ماشي جماعة دينية. الجماعة الدينية بحال شي طريقة صوفية ولا شي جماعة إسلامية ولا كتكون كتفكر في راسها، واش بقينا مجموعين، واش كنلقاو ما ناكلو ما نشربو، واش ما كاين باس، ما كيمشي حد للحبس، واش هكا كتفكر، واش كنقدروا نقوموا بالدعوة. هذا واش الابتلاء محدود، واش لا. احنا حزب سياسي تنجيو عند الناس وتنتكلموا معاهم، نقول لهم شاجيو توليو معانا، لا كونش توليو معانا انتي ولا لا، غنشدو حنا وياكم واحد الطريق تنوصلوا عند الله نمشيو للجنه، لا. كنجيو عند الناس كنقول لهم حنا عندنا واحد التخيل واحد التصور باش غادي نحسنوا الوضع ديالكم في الحياه،
نحافظوا لكم على الهويه ديالكم، نعملوا 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 لكم، كتبقى بحال 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 كتسخن تشعل واحد العافيه كي تنضج عليها خبزتك او عشاءك الى الناس والمواطنين كيثقوا فيك، كيشوفوك كيسمعوك كيجربوك العام الاول العام الثاني، واحد الوقت داكشي كيشد. ملي كيشد الحياة كما قلنا امتحان، ويا ما مر علينا من امتحان، لكن عمره ما داز علينا شي واحد بحال هذا. امتحان اللي كيتطرح فيه ماشي الإشكال ديال واش تكحاز شي شوية لهذا الجيه ولا لهذا الجيه، ولكن ديال شنو غدير بهذا الرصيد، هذا الرصيد اللي الناس تقوا فيه، اللي ناضي صوت عليك، ذاك الرجل الكبير في السن، ديك المرأة الكبيرة في السن، ذاك الإنسان اللي جا من كندا وخد 4 ديال الورق ديال الطيارة وجا باش يصوت عليك، هذاك اللي في قاع الجبل، هذاك اللي في راس الجبل بلوتو، هذاك اللي في قاع سراس ولا ما نعرف فين إلى آخره، يعني واحد الأمل، واحد الأمل جماعي خلقتيه عند الناس. التصرف ديالك فيه عندك فيه الحق في حدود، حيت ماشي كله ديالك. ملي كتكون جماعه دينيه ولا غير دينيه، وعاده هذا يكون في الجماعات الدينيه والمختلف الديانات، هذاك شيء ديالكم نتوما مجموعات تدبروه الى اخره، الناس الاخرين عندكم معهم علاقه في حدود. لكن ملي كتجي للسياسه هذه حاجه اخرى، كتولي السياسه داك الشيء اللي قلتي للناس ماشي ديالك، كيولي ديال الوطن. كيفاش غتتصرف؟ احنا في العداله والتنميه مشينا حتى ولا حتى اصبح يعني الناس يقولون يعني العداله والتنميه او عبد الاله بن كيران في كل مكان، والحقيقه انه من ناحيه اللي بغينا نقولوا الرمزيه، لخديتيو المدن الكبيره غتلقاو باللي جبنا الاغلبيه المطلقه ماشي الاغلبيه النسبيه. حنا في سلاج جبنا الاغلبيه المطلقه، لخديتيو العدد ديال الاصوات ديال المدينه ككل، مشيتيو لفاس، مشيتيو لطنجة، مشيتيو لمراكش، مشيتيو ما عرفش مراكش، لكن أكادير إلى آخره، خدنا الأغلبية المطلقة. مع أنه طبعا كلشي كيعرف كيفاش داير التصويت في المدن البعيدة والقرى الصغيرة، وكيعرفوا الناس راه كيفهموا كلشي بلا ما نبقاو نقولوا التفاصيل، ما نقولوش التفاصيل، ولكن غادي نزيدوا شوية في الجرعة ديال الصراحة. لا بد، وإلا نقول لكم واحد القضية، راه غير الا قررنا نتراجعوا، انا نقول لكم واحد المساله، سيروا بحالكم دابا، حتى انا نمشي في حالي، نمشيو لدارنا ونرجعوا مواطنين عاديين، والله يصبحهم على خير، ديروا اللي بغاو. حنا الشيء اللي كنديروه اولا وقبل كل شيء في صالح البلد، في صالح الوطن، في صالح الدوله، في صالح النظام، طبعا في صالح المجتمع، لان الذي في صالح الاعلى في صالح الادنى، ثم في صالح الحزب، لأن هذه المسؤولية التاريخية، ماشي بحال اللي قلت لكم 100,000 مرة، احنا ماشي الرجاء والوداد كنلعبوا مرة كيغلبونا مرة كنغلبوهم، لا، احنا جينا كنتكلموا على حوايج كبار، كنتكلموا على وإذا لابد من ناخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء هذا ونبنيو عليه. جينا كنتكلموا على امل الشعوب اللي طاقت فينا، اللي كتمنى تحسن الوضعيه ديالها واحد شويش ماديا ومعنويا وتربويا واخلاقيا، ما كاينش غير الماده، هذا كيطلب باش نتحملوا مسؤوليتنا كامله، وما كانش شي واحد كيتحمل المسؤوليه الا ما كانش عنده من الوضوح ما يكفي
ما كانش عنده من الصراحة ما يكفي باش الناس يفهموا شنو تيدير، ولو اقتضى الأمر أن تشرحها يعني تنازلات أو ماشي مشكل. أخي الله غالب حد الحاجة درناها فهمتيني ولا من بعد ما قديناش على النتائج ديالها ولا نجي ونشرحوا للناس ونوضحوا لهم ونقول لهم وديها اللي وقع ها اللي ما وقعش. الله غالب المرة الجاية ولا منكم مبارك مسعود ولا منكم إن الله يصبحكم على خير. احنا غير مغاربة من عموم المغاربة، كاين 40 مليون الحمد لله. انتوما بالخصوص لان انتوما دابا انتوما دابا دايزين واحد الامتحان خاص بكم انتوما النواب البرلمانيين والمستشارين، لانه في هذا الوطن العزيز يعني الديمقراطية بحال العالم كله اللي كيعطيك المشروعية كاين لتحت اللي الفوق ما عندك ما عنده علاقة بك، هو ما صوتش عليك، انت جيتي لهنا بالصوت ديال المواطن العادي اللي ساكن في العكاري وفي المدينة وديور الجامع وبلفيدير وما نعرف فين والمدينة القديمة في مراكش وما نعرف هنا وما نعرف هنا وما نعرف هنا وما ليوصلوكم، ما يمكنش تنوبوا على واحدين اخرين امبوسيبل، غادي تكونوا دون زان نونسونس جالسين كتخربقوا. اللي صوت عليكم هو عموم المواطنين وما اللي صوتوا عليكم، وين خصك تتفاهم مع اللي الفوق. ها بدا الدنيا ماشي فوضى، ماشي غير جيتي من التحت وتبدا كتعترس وتبغي تقلب كل شيء لا بدا تفاهم مع اللي الفوق، وين خصك في نفس الوقت اللي كتفهم على اللي الفوق ماشي غير توصل تبدا كيبان لك غير الفوق وتنسى لتحت، ما يمكنش هذا، لا يستقيم كمنطق، لان هما اللي وصلوك يعني ماشي فقط لانك كذلك غترجع لهم وراه الزمان. وشنو هي الفائده ديالك الا درتي الحساب ديال 5 سنين قلتي انا هذا 5 سنين غادي نجمعو نطوي فيها وصافي والله النوم هادشي كامل انا غادي هادي الله يقدر يديرو شي شفار جاي عوالي يجمع الحصيصه فهمتيني لو هرب، هذا ليس حالكم انتم ولا شي كذاب. كاين ناس عندهم قدرات رهيبه على الكذب، تيجيو يديروا الطلاسم لعباد الله وينجحوا في الانتخابات ينسوهم تماما ويمشيو 5 سنين و6 سنين ويرجعوا ويعاودوا ثاني يبداو معاهم كذب اخر. والغريب ان بعض المرات كينجح، كاين اللي كينجح بالطريقه المره الاولى والثانيه والثالثه ملي تكنيك، ولكن هذوك اللي تكنيك راه ما عمرهم في النهايه اللي تكنيك كينجحوش على لونغ، ما كينجحوش. اللي كينجح هو المعقول، حاجه معقوله كدير هي الطريق لراسها، ما لا تكنيك ديال جيب هذا دور معاه الاخر ما نعرف شنو كاين كاع اللي انتم ربما ما عرفش هذا الشيء واش باقي، لكن راه واحد الوقت كان كاين الناس كيضربوا المواطنين كانوا كيعطيهم الاعصاب باش يصوتوا لهم، واللي ما بغاتش تصوت باقي هذا الشيء في البال ديالي في سلاف الاول فاش يلاه بدينا يعني شي مراه معروفه ما بغاتش تصوت لواحد المرشح قبطوها شي وحدين وبداو كيضربوا فيها قدام الناس وتيقولوا لها ها اللي ما يصوتش على فلان ها اللي ما يصوتش على فلان ها اللي ما يصوتش على فلان، كيعطيو الدرس الحمد لله كيظهر لي هادشي يعني كيظهر على الاقل هادشي ما بقاش. ماشي بعيد هادشي تنعاود لكم، راه هادشي تنعاود لكم راه 97 ولا 99 99 هاد لي تكنيك ديال الجيب هادي راه انا ملي كنت رئيس ديال الحكومه كانوا مره كيستدعوني الوزراء كنمشي كنحضر في شي نشاط عندهم تيبداو يتكلموا الناس بعد ما كنعملوا الكلمات ديالنا تيقول لي شتي هذاك راه من البام راه علاش قال هذه هذاك راه من الاتحاد الاشتراكي ودي انا ما كنفهمش هذا الشيء، انا كنفهم ان هذاك السيد اللي كيهضر راه كيهضر شنو داك الشيء اللي كيقول لا هما هذاك راه قالها علاش استاذ تو يغيف ميتريزي لا سال بطرق
ما عندها علاقة بلا لوجيك، هي حوايج اخرين. هذه الاساليب هذه لا ليست علما، هي هي يعني مهارات اذا شئنا ان نقول شخصية غير قابلة، ما كتصلحش للمجتمع، ما كتصلحش للانسان، كتصلح شي وحدين. انت ولا البونديتيزم، سي البونديتيزم، لا السياسة كتبنى على المعقول. احنا هي جينا بدينا السياسة ديالنا على المعقول، تكلمنا مع الناس على المعقول، الناس تجاوبوا معنا على المعقول، ما كاين غير المعقول الى النهاية. فخاصش الانسان يعرف باللي خصو يتفهم مع الفوق بطبيعة الحال، ولكن خصو يتفهم في الاطار ديال عدم نسيان المبادئ ديالو وداكشي اللي جابوا النهار الاول والى اخره، وثم المستقبل. علاش؟ لانه اذا كان هدفنا كما ندعي، نحن ندعي انا ما كنامنش باللي كاين شي فئه عندها واحد لو كاشي ديفا، يعني عندها واحد طابع رباني بانها هي صالحه والاخرين فاسدين. لا اؤمن بهذا. انا كنامن بان كل انسان كيدوز في الامتحان كشخص، كيدوز الامتحان كهيئه، وانه ما ندعيه من اننا نريد الاصلاح هو امتحان شخصي لنا فرديا على مستوى كل واحد فينا في الحياه ديالو اليوميه والسلوك ديالو اليومي، وهو كذلك امتحان لنا جمعي. اذا كنا نريد الاصلاح وقد يعني ساهمنا فيه بواحد الطريقه الحمد لله محترمه ولا ينكرها احد، وملي كنقول لكم لا ينكرها احد انا عارف شنو كنقول، وكنظن حتى نتوما كتفهموني اش كنقول. الاصلاح هو واحد الصيروره، باقي ما وصلناش لذاك الشيء اللي كنتمناو لبلادنا، وخصنا نستمر. الى ولينا غير كنراعي النخبه اللي الفوق، وكنحاولوا نلقاو بلاصتنا معاها والى اخره وكذا، ونتاقلموا والسلام، ونسينا الناس اللي جينا على ودهم من تحت، وعوضنا داك الشيء بالكلام والكذب والمناورات ولست ادري ماذا. انا اتساءل لاش غنصلحوا كاع، لانه مزيان دير اصلاحات بحال المقصه ولا برا، بالحق كاين اهم، وهو انه خص يكون مرتفع في المجتمع واحد المناره ديال الاصلاح. ها هو الاصلاح ماشي المقصه، المقصه هذاك اصلاح من الاصلاحات، جزئيه في الاصلاح، ولكن كاين شي حاجه سميتها الاصلاح، اللي هي صدق الخطاب، اللي هي الوفاء بالوعود، اللي هي يعني الاستقامه في السلوك، اللي هي فهمتيني ولا الاخلاص في الاداء ديال الوظائف والمهام، اللي هي حسن العنايه بالمواطن، اللي هي واللي باقي 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 بزاف. رحنا بخير وعلى خير الحمد لله، ما عندنا ما نقولوا، ما رحناش بحال دول اخرى. الله يا ودي خرجوا من المغرب وغتشوفوا هذا الشيء، واني لا نهايه للكمالات. احنا ماشي معنا انه صافي، لا طبعا 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 الانسان اللي كيدخل لهذا الشيء تيدوز في الامتحان باستمرار. إذا كان الأمر متعلق غير بالإنسان مع راسه تيفكر وتيقرر ماشي مشكل، ولكن كتدخل المعطيات، كتدخل المصلحة المادية. يا غيانا دير، أنا دائما أنا من الذين كانوا يرفضون أن ينزهوا أنفسهم من أن عندي مصالح مادية أو تطلعات مادية. وعلاش؟ أنا لا أجد حرجا باش نعترف بهذا الشيء، أنا مواطن عادي بحال الناس كاملين، حتى انا ما كرهتش تكون الوضعيه ديالي لا باس بها. دونك انا ما فهمتي ولا ماشي 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 عيب نكون عندي رغبه نكون نائب برلماني ولا مستشار ولا
رئيس جماعة ولا وعندي تعويضات وعندي ولا وزير ولا سفير ماشي عي. وهذا هو الابتلاء اللي خلق عليه الله الكون، زين للناس، ولأني كيذكرك باللي راه ماشي هذا هو الأصل. قل ونبئكم بخير من ذلك هنالك ما هو خير وأفضل عند الله وللآخرة خير لك من الأولى. إذن تتعامل مع هذه الأشياء في إطارها وتبقى متمسكا بالمبادئ والقيم. إذا بغينا نختصروا الحكاية كلها هي كيفاش غادي يتبنى، راه هكذا غادي يتبنى. بون دابا اللي عطى الله عطاه، قلنا هذا زلزال ما نرجعوش للتفاصيل ديالو، لأن الزلزال ما جاش نهار 15 مارس، الزلزال يعني جا من قبل وحضر له إلى آخره حتى وصل الوقت ديالو ووقع. مشى إلى ابن كيران رئاسة الحكومة، الله يصبحه على خير، خير وعلى خير الحمد لله. تعين الدكتور سعد الدين العثماني، الله يرزقه التوفيق، ما كاين حتى مشكل. قعدت أشياء من بعد طبعا الحال صعيبة، صعيبة جدا وباقرة، باقي ما ظنوش أنها تهضمت. شو المشكل ديالها هذه؟ المشكل ديالها الإخوان هو أنه لحد الآن كان الأمين العام هو الرئيس ديال الحكومة، ولكن ماشي غير هو الرئيس ديال الحكومة، بمعنى حتى حنا دابا راه مثلا غاديين لواحد المؤتمر من هنا بضعة أشهر، يمكن 3 شهور، يمكن زايد شوية، يمكن 5 شهور ولا 6 شهور، اللي واحد من الشخصيات الأساسية اللي ممكن يصبح أمين عام راه هو الدكتور سعد الدين العثمان. ولكن هذا ما غايحلش هذا المشكل اللي كنتكلم عليه، لأنه جات هاد الظروف، هاد التحول هو تحول، بغينا نقولوا دخل معطى جديد. وكيفاش تكونت الحكومة، وكيفاش حنا كننظروا للحكومة، كيفاش كينظر لها المجتمع. ما ندخلش معكم في هذه القضية ديال الحكومة وشنو وقع وإلى آخره، وعلاش فلان ولا وزير، وعلاش دخل معنا الحزب الفلاني إلى آخره. هذا إلا بغيتي وعيطوا على الدكتور سعد هو اللي عارف ويشرح لكم، أنا ما عندي حتى شي مانع. ولكن شنو غادي يكون هو الدور ديالكم انتم في هذه المرحلة هذه؟ واش انتم غديروا المعارضة؟ لأنكم بقى فيكم سعد الإله ولا ما نعرف شنو، ولا ما متفقينش على شي حزب يدخل، هادشي سي اور دو كيستيون. حنا حزب سياسي مسؤول، واللي دار كلنا مسؤولين عليه، وخا يكون خطا، وخا نكون انا اللي درتو، وخا يكون دارو سعد، حنا مسؤولين عليه، دار بسميتنا، اذا حنا مسؤولين عليه. دونك حنا غنكونوا ملتزمين مع القياده ديالنا ومع الحزب ديالنا. هادي وما يمكن لينا الا نمشيو في الاتجاه ديال التصويت ديال، ولكن هذاك النوع ديال الانسجام اللي كان عندنا في واحد المرحلة اللي كانت كتمثلوا القيادة ديال الحزب اللي هي في نفس الوقت القيادة ديال الحكومة، خليو دابا المرحلة اللي غنكونوا فيها جوج انا وياه، واش غنتفاهموا ولا ما غنتفاهموش، كلشي هادشي راه ماشي مهم، كنهضر على المستقبل. لابد تخلي واحد شوية ديال الاحتياط، تخلي واحد شوية، لأن علاش؟ لأن دابا حنايا كنشوفوا الحكومة اللي كانت رأسها حنايا في هاد الظروف الصعبة، من شروط أن نجنبها على الأقل، إلا ما قدرناش زعما ننجحوها 100%، أن نجنبها على الأقل العثرات الكبيرة، ونبقاو حنا فينا اليقظة اللازمة. ديك الساعات كنا كنشوفوا باللي سعد الإله مع الإخوان ديالو راهم عندهم واحد الوضعية معينة، وعندهم
دابا الوضعيه تغيرات. مثلا دابا يفهمني شي واحد كيفاش سي حصاد غيرجا ولا وزير ديال 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 التعليم نض ومشاف اتجاه يبدو والله اعلم انه غادي باش يحسم القضيه لصالح مجموعه ديال الاساتذه ديال الفلسفه ضد ما لا يعلم الله ديال الاساتذه ديال التربيه الاسلاميه. ماشي كل الاساتذه الفلسفه كيفاش شنو هذه السرعه منين جات؟ واش بعدا هذا السيد على علم بعدا بان هذاك الشيء اللي دار ديال التربيه الاسلاميه راه ماشي الحكومه العداله والتنميه اللي دارته، بمعنى ماشي عبد الاله بن كيران، هذاك الشيء راه داروا السيد وزير الاوقاف مع المجلس الاعلى للتعليم مع وزاره التعليم تحت الاشراف ديال جلاله الملك. يا كاسي ادريس ولا لا تذكر على هذا الشيء؟ المهم انا كنتذكر هذا الشيء وعيطت على الوزير العندي للمكتب وهضرت انا وياه وشرحت له وقال لي شوف السيد الاله كون مطمئن البال، ها كيفاش خدامين، ها كيفاش خدامين، ها كيفاش، انتهى الكلام. وقع مشكل بسبب عبارة فيها انه كان في شي وقت من الاوقات الفقهاء ينظرون الى الفلاسفة نظرة سلبية، وهذا موجود في وهذيك العبارة مخدة من القرن السادس ولا شي حاجة. جا السي حصاد وحسم هو كيفاش؟ اولا السي حصاد شنو هاد الزربة كلها هي؟ ثانيا واش كيسحب لك راسك باللي واقف وزارة الداخلية؟ راك وزير التعليم وهذا راه واحد المجال عندك فيه 300,000 موظف وكيمس 7 مليون ديال الاطفال والاسر ديالهم والاساتذه ديالهم، وهذا خصك تمشي بشويه تعرف بعدا شنو واقع. واش نتوما دابا هذا الشيء غتسكتوا عليه؟ ابدا ما يمكنش تسكتوا عليه. غتسولوا خصكم تكونوا تفهموا ان عندكم دور، ان عندكم دور في الدفاع على بلادكم، في الدفاع على المواطنين ديالكم. ثم دابا مرجيع حتى ديال الاحزاب السياسيه، ياك الاحزاب السياسيه ظهر بعد الانتخابات كثير منهم انهم يريدون ان ياخذوا عن العدالة والتنمية كوبي ان بو ليكزومبل ديالها، شافوه نجح في الانتخابات الى اخره، ان خصهم يلقاو ما يكوبيو. الا انتم اللي باغيين تكوبيو عليهم هذا العالم بالمقلوب، وانت لذا الامة ربتها، هذه من علامة الساعة. احنا باقي ما زربانيش باش تجي الساعة. انا اسمح لي السي حصاد غلط. هو راه بالمناسبة في العموم كانت علاقتنا معه مزيانة، عشان كيتفهم وداك الشيء خصو غير يتنبه. وكان ماشي انا نبقى نعيط في التليفون، نبقى الدور اللي كنت كنقوم به، لان انا كنت ملي كتوقع شي حاجة بحال هكذا فورا كنعيط في التليفون. كان سول ياك لاباس شنو واقع؟ شي مرات كيتعطاني شي تفسير، شي مرات كيوقع تراجع، شي مرات فهمتي ولا لا؟ هذا هو العداله والتنميه. العداله والتنميه ماشي هو واحد الحزب اللي فهمتيني يعني غادي يولي بين عشيه وضحاها بسرعه قلب كل شيء، بسرعه كان رافض الاتحاد الشرقي ولا قبل الاتحاد الشرقي، بسرعه كذا بسرعه كذا الى اخره الى اخره بزاف، وبسرعه ما غيبقى يقول والو. علاش هذا الشيء كامل؟ هادشي معقول؟ وشكون اللي مكلف باش يقوم بهذا الدور؟ دابا اللي جا هو انتوما، هذا قدركم انت بالادب اللازم. لانه ما تنساوش الناس من بعد هادشي اللي وقع، الناس من بعد هادشي اللي وقع، غنقول لكم واحد المسألة كلكم عارفينها ومتفقين عليها. العدالة والتنمية قبل داك الشيء اللي وقع،
قبل الذهاب ديال الامين العام وقبل تعيين امين يعني رئيس حكومه جديد وقبل هادشي كله قبلوا المواطنين ما قبلوش ساكتين ساكتين معقول حنايا ما بغيناهمش يديروا لا حتى شي حاجه لان حنا عندنا حنا حزب سياسي عنده مواصفات معينه حنا ماشي بحال حزب سياسي تعطات له مدينه كامله كيدير فيها اللي بغى فهمتيني ولا لا ومن بعد ما كتوقع فيها احتجاجات اجتماعيه الاسباب واضحه تيخرج تيقول انا متفق مع الاحتجاجات الاجتماعيه حنا ما كنلعبوش هاد اللعب حنا ما عندناش حنا متماسكين مساندين الحكومة ديالنا بطبيعة الحال حنا حزب سياسي قال ويقول وما نعرف يمكن كاع ضجر الناس منه لأنه أكثر القول وصحح موقفه من دولته ومن نظامه الملكي ومن الأمور الأساسية التي اجتمعت عليها هذه الدولة واعتبروا باللي حنايا مكلفون بالدفاع على هذه الأمور ككافة المواطنين ما عمر هذا الشيء غادي يكون مسؤولية شخص واحد الدولة بعد الله لا يحفظها شخص يحفظها وعي مواطنيها جميعا كل واحد من مكانه ومكانته هذاك الوعي وهذاك الحماس للدولة حماس لان هذه دولتنا لانه حنا كنا غاديين في واحد الاتجاه حنا كنا غاديين لاحظتي ولا ما لاحظتيوش التحسن ديال المداخيل الضريبيه تعتقدوا داك الشيء جاء مجانا ولا غير عفويا ولا عبثيا هذاك الشيء راه نتيجه تشاور وتحاور بيني وبين الناس اللي كانوا في الباليه واللي كانوا في الضرائب وكنا كنجلسوا وكنتفقوا ومازالين يلاه هذه البدايه باش تطالب بالحقوق تطالب المواطنين بالحقوق ديال الدولة تيخصهم يكونوا فرحانين بيك ماشي كينظروا لك نظرة ديال العداء ولا على الأقل ديال لا مبالاة لا كيعرفوك أنت إنسان مزيان بغيتي لهم الخير فهمتيني ولا لا وملي كطلب منهم الإخوان ديالنا دابا في الجماعات حسب ما يبلغني المداخيل ديال 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 الضرائب الجماعية تتحسن وأشياء أخرى بهذا من هذا القبيل إذن الإخوان باش ما نطولش عليكم لكم قبيلة الحياة امتحان غيدوز عليكم واحد واحد ولكن كل واحد بمقدار عسى الله أن يكون خفيفا واش العدالة والتنمية مشروع حقيقي باقي فيه الأمل ولا انتهى كل صراحة إذا بقيتي ومتشبتين بالمبادئ والقيم أولا والمصالح جعلتموها ثانية ماشي حيدتوها ما طلب منكم حتى شي واحد تحيدوها ما بنطلبش فهمتين ولا لا بقيتيو صابرين وبقيتيو ثابتين وبقيتيو قراب من المواطنين ديالكم بقيتيو تقدموا لهم الخدمات بقيتيو وكترجوا الله ان عرفتي راه انا واحد من الناس الذين دائما اشعر بانه كانه يقع هنالك ظلم على الناس الذين يشتغلون جيدا الاخرين كيديروا رؤوسهم وكذا والاخرين في الاخر كتلقاهم ولكنني لم اجد pas moyen pour les récompenser.
لم أجد. ولقيت باللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلم الناس مقابل وعد واحد لم يكن له وعد ثاني، وهو دخول الجنة، لم يكن عندهم غير ذلك. ما تبقى بعضهم أيسر بعضهم أعسر، كل واحد شن كيفاش دار لله سبحانه وتعالى الحياة ديالو، الجميع انتهى. ولكن أنا تنقول لكم راه هذا الشيء راه ماشي فقط باش ينجح الحزب ديالكم، ويبقى عنده معنى، يبقى عنده معنى في المستقبل اللي يعني يعطي نتيجة حقيقية، راه كذلك وخصوصا في صالح بلدكم وفي صالح دولتكم، لأن الدولة خصها تقوى. الدولة راه ما كتقواش ب وخا تجيب شخص قوي، شخص قوي كيظن لامبريسيون ديال القوة في واحد المرحلة في واحد المنطقة. الدولة كتقوى ملي كلشي العناصر ديالها كيبداو يخدموا في نفس الاتجاه، الاتجاه الصحيح، عاد كتقوى الدولة. وهادشي فكروا فيه غادي تلقاوه صحيح في الحياة كلها، هي دار إلا جيتي تبنيها كذا إلى آخره إلى آخره، هذا هو اللي كيضمن لكم. فهل سوف نكون في الموعد أو لن نكون في الموعد؟ هذا هو الامتحان ديال المستقبل. أنا جو بريفير غاردي إسبوار، باش نكون معكم واضح ونكون معكم متواضع. ما باغيش نقول لكم باللي عندي يقين ولا لا. الزمان كيعلمك ظروف قاسية، كيعلمك دروس قاسية. ولكن إذا استمررنا على الانتباه وعلى الأمر بالمعروف، نأمر بعضنا بالمعروف وعلى النهي عن المنكر ننهى بعضنا عن المنكر في هذا المنطق، كنظن إن شاء الله الرحمن الرحيم غنكونوا بخير، ويكون الأثر ديالنا في المجتمع ديالنا بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.